السؤال الأول: رجل تزوج امرأة وجدها من أمها له زوجة غير أمها، فهل تعتبر محرما له ويصالحها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا السؤال عن رجل تزوج امرأة ولها جد من أمها له زوجة غير أمها، هل هي محرم له؟ الجواب لا، فالمحرمية لها ثلاثة أسباب، هي النسب والرضاع والصهارة. فالنسب بين الله سبحانه وتعالى ما يحرم به، فمنه الأصول والفصول وفروع الأصل الأول، فإن الله سبحانه وتعالى أقصد أول فرع من كل أصل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. فهذه المحرمات من النساء، وبعضها هو المحارم، والضابط المحرم أنها من تأبد تحريمها بسبب مباح، من تأبد تحريمها كان تحريمها مؤبدا، بخلاف أخت الزوجة فتحريمها ليس مؤبدا بسبب مباح، بخلاف من تزوجها وهي في العدة فيتأبد تحريمها، لكن هذا بسبب الحرام. فالمتأبدة التحريم بسبب مباح هي المحرم. وعلى هذا فإن الرضاع أيضا تنتشر به المحرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بخلاف الصهارة فإنها ليست كذلك. فإذا تزوج امرأة ولأبيها زوجة أخرى ففارقها أبوها فيجوز أن يتزوج تلك المرأة أيضا، ويجوز الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها. فإن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما تزوج زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولما توفي علي تزوج أيضا هو أمامة بنت أبي العاص بن ربيع، وكانت زوجة علي بن أبي طالب، وأراد بذلك أن يكون صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على اثنتين من بناته، وهما زينب وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن علي كان صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، بزواجه بفاطمة سيدة نساء العالمين، وبزواجه بأمامة بنت أبي العاص. فكذلك عبد الله بن جعفر أراد هذه المزية فحصلت له، فجمع بين ابنته وزوجته، ولا حرج في مثل هذا النوع. ومثله أيضا جدتها وهكذا. فالصهارة لا تنشر هذه المحرمية، وإنما يحرم بالصهارة أن يتزوج الإنسان أم زوجته أو كل أم سبقت لها ولادة عليها أو إرضاع، فأمها وجدتها وجداتها التي ولدناها بأي وجه من الوجوه، وكذلك أمها التي أرضعتها، وكل من لتلك الأم أقصد كل من ولد تلك الأمة، فهؤلاء هن محارمه من الصهارة. كذلك من المحارم من الصهارة الربائب، إذا كان قد دخل بالمرأة فتحرم عليه بناتها، وكل بنت سبق لها ولادة عليها سواء كان ذلك بالمباشرة أو بالوسائط،
فبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها وبنت ابن ابنها وبنت ابنت بنتها إلى آخره، كل أولئك يحرمون عليه لأنهن من ربائبه إذا كان قد دخل بالمرأة، لأن الله قال وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولهذا فقاعدة الفقهية أن العقد على البنات يحرم الأمهات وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات، فمجرد العقد على البنت يحرم أمها أبدا، والعقد على الأم لا يحرم ابنتها إلا إذا كان معه دخول، فإذا دخل بها حرمت عليه ابنتها. جزاكم الله خير.